ماتش النهارده بين الاهلي والاسماعيلي ماتش مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين، عندنا دوافع مختلفه اكيد للفريقين، بس عامه هنتكلم وهنقرا كمان سير المباراه وكتير من كمان الكواليس هنعرضها لحضراتكم مع الناقد الرياضي. خلينا نرحب بالاستاذ الكبير عبد الحكيم ابو علم. بونجور يا فندم. بونجور. احنا لابسين بالصدفه ولا ايه؟ انا ايه اللي لبسني اصفر لا لا صدفه عاديه. انا لسه مركزه والله. انا لبست احمر. الاهلي والاسماعيلي. انت كده زي الفل. والله العظيم صدفه. صدفه. يعني كان قدامي كذا لون مش عارفه ليه اخترت ده النهارده. كويس احمر واصفر. احنا اخر مره كنت موجود معاكم كان الاياب بتاع الفاينل بتاع دوري ابطال افريقيا، كنا الصبح موجود معاكم هنا لو انت تفتكروا ماتش الاهلي والوداد. وتوقعنا سير المباراه والحمد لله الاهلي كسب وتوج بالبطوله، وان شاء الله باذن الله تكون فايل كويس النهارده نكسب باذن الله. يا مسهل الحال، اكيد ماتش قوي طبعا، وزي ما نهاوندو كانت بتقول لحضرتك من شويه او تقول للمشاهدين من شويه ان الفرقتين عندهم يعني دوافع قويه جدا، وممكن لو خدنا في الاعتبار ان احنا وصلنا لمرحله غريبه جدا بقى فيها فريق بحجم وثقل وتاريخ الاسماعيلي بقى بيصارع من اجل عدم الهبوط، فبطبيعه الحال ده هيديله حافز زي يعني زايد حبتين، ناهيك عن ان دايما ماتشات الاهلي والاسماعيلي بيبقى ليها طبيعه خاصه ونديه شديده، فرؤيتك ايه للماتش هيتلعب؟ يعني باي كيفيه؟ فكرك هيبقى الاداء العام فيه عامل ازاي؟ هل الاسماعيلي هيعمل تكتل دفاعي ولا بالعكس ما عندوش حاجه يخسرها فحتى ايه شراسه هجوميه؟ رؤيتك ايه؟ خلينا نقسم السؤال ده حضرتك لثلاث نقط بس، النقطه الاولانيه حته ان فريق بحجم وقدرات وتاريخ واسم الاسماعيلي بيصارع للهروب من عدم الهبوط. من الهبوط دي الحته اللي احنا كل مره بنتكلم والناس تمل تقول لك انتوا بتتكلموا على النادي الاهلي عشان تسويق ورعايه، ما هو جزء من استمرار اي نادي دلوقتي على مستوى العالم هو التسويق، هو الفلوس. الاسماعيلي لو متوفر معاه فلوس كانش الحال وصل للمستوى اللي انت بتتكلم ان انت تصارع بقالك سنتين او ثلاث سنين بتحاول ما تروحش ناحيه الهبوط لان انت مش متوفر معاك الفلوس. ده حال سوري يعني ما مش بقاطع حضرتك، بس ده حال الانديه الجماهيريه عامه للاسف الشديد دلوقتي، معظمها ما عندوش دعم مادي كبير وبالتالي مستواه. والدعم المادي يا استاذ الاساس بيجي منين؟ انت هتفضل طول عمرك مستني حاجه تحزن يعني، مستني وزاره الرياضه، مستني الحكومه، الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده انت لازم بقالك 15 20 سنه تيجي تتكلم كل سنه يقول لك ما نعملش دوري محترفين. ليه يا عم؟ يقول لك اصلي ما فيش دعم الانديه الجماهيريه. طب ما هو مين اللي ودى الانديه الجماهيريه كده؟ مجلس اداره اللي بيجي ما بيطورش نفسه. هقولها لك واحنا مش عشان في قناه الاهلي. للمره ال50 ايه اللي يفرق الاهلي عن اي نادي تاني؟ التفكير المستمر المسيرك الواقع والتطور اللي بيحصل. منظومه ناجحه عندك على كل الاصعده على الحقيقه. طول. انت دلوقتي كنت مثلا لحد 2004 2005 بتتكلمي في الرعايه اللي هي مثلا التيشيرت. لا النادي الاهلي بص كل شويه احنا السنه دي بنتكلم فيه في الاهلي، رعايه الاهلي بيتكلم في اعلانات الاوتو اد، بيتكلم في اهل اونلاينز، بيتكلم في حاجات كتيره الستورز الاونلاين، بيتكلم في مشاريع اللي هو بيواكب العصر اللي موجود حاليا صح. عشان توجد مداخيل جديده. يعني الاهلي لما طلع فكره الاهلي الاونلاين وانا راجل متابع الموضوع بيقول لك انا بستهدف 100 مليون جنيه من المشروع سنويا بجانب انت ده جزء من المداخيل. يعني فكره عظيم الموارد طبعًا مش موجود عند ادارات نوادي كتير تفكير طبعًا. لا مش موجود. بص ده اللي يفرق النادي الاهلي يا استاذ كريم عن اي نادي موجود في مصر. هو مش اي رئيس نادي في الدنيا يهمه مصلحه فريقه ومصلحه النادي بتاعه، وبالتالي لازم يسعى جاهدا لجلب معلنين في حال وجود قصور ما في التمويل للنادي. تمام. هي المشكله الكبرى اللي مخليه الانديه الجماهيريه معظمها رايح في السكه دي هو الموضوع التمويل. شوف الانديه التونسيه كان الاعلام التونسي بعد ما الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا كان عاملين حلقه كويسه جدا بيتكلموا ليه النادي الاهلي الرئيس مش هو النادي، رئيس النادي مش هو النادي، رئيس النادي لان في مؤسسه منظومه بتشتغل. النادي الاهلي عقد الرعايه من سنه، النادي الاهلي من دلوقتي شغال لعقد الرعايه اللي بعد ثلاث سنين، بيشتغل ازاي توجد مداخيل؟ انا معلش خدت حته دي في الموضوع بتاع الاسماعيلي بس هي فيها اجابه ضمنيه على السؤال بالمناسبه. لان ده الاسماعيلي رايح في السكه دي بالمناسبه. المصري لولا الاستاذ كامل ابو علي هيروح للسكه دي لانه يعتمد على شخص. الاتحاد في يوم من الايام ممكن تلاقيه لو ما طورش نفسه، الانديه الجماهيريه حتى الزمالك نفسه، احنا مش عايزين نتكلم بس انا بقول لك ان دي المشكله اللي لازم الانديه اللي لسه واقفه على رجلها شويه تاخد بالها منها. الحق نفسك قبل ما تلحق بالاولمبي، تلحق. ما دي الانديه كانت جماهيريه وكانت موجوده الترسانه، كل الانديه راحت فين دلوقتي؟ درجه ثانيه وبتصارع لفين؟ انها تروح درجه ثالثه. الفلوس، الموارد، نادي الاسماعيلي اللي معاه مدينه اللي معاه نادي ناس عاشقه ليه، وصلت للمرحله ان انت ما بتسوقش نفسك، ما بتطورش نفسك، قاعد مستني المحافظ يدعم، الوزير، البث الفضائي، الرعايه، طيب كام دول على بعض؟ الكوره بقت اقتصاد، بقت فلوس، فانت مش هتوفر الكلام ده. الناس تقول لك الاهلي بيصرف مليار، ما هو بيعرف يجيب الفلوس، بيعرف ازاي المليار دي بتجيب لي قد ايه؟ انا لما باخد اروح اربعه فاينل دوري ابطال في اخر اربع سنين اكسب منهم ثلاثه، كل ده
تحول لي فلوس. انا دخلت خدت منك الحته دي بس طبعا. دي الحته لا 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 بس دي حته مهمه. المشكله طبعا اللي احنا بنعاني منها والاسماعيلي وصل للمرحله دي. احنا حتى لو ماتش الاهلي والاسماعيلي ودي قناه النادي الاهلي ما ينفعش احنا ما نتمناش ان الاسماعيلي يبقى في المستوى ده، لان احنا عايزين الاسماعيلي ده نادي كبير ونادي طبعا اسمه طول عمره. التنافسيه عامه يعني زي ما بيتقال كده هتنعش الدوري المصري، هتنعش الكره المصريه في العموم، فهي ما لهاش علاقه ان انا عايز طبعا النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، بس كل ما يكون في تطوير في اللعب في الانديه الاخرى ده لمصلحتنا كلنا. لا ونادي الاسماعيلي كمان برغم محاولات البعض ان يقول لك ان في حساسيه في التعامل مع الاهلي، نادي الاسماعيلي الكره بتاعته محببه جدا لناس كتير من جماهير الاهلي واعضاء ومسؤولين النادي الاهلي. برازيل مصر طبعا يعني كتير من لعيبه الاهلي في الاجيال كمان السابقه كانت بتلعب في الاسماعيلي. كان بتلعب في الاسماعيلي يعني. برغم في بعض الناس اللي بتحاول تعمل، لكن الامور بين الاهلي والاسماعيلي عكس ما الناس تتخيل. فاحنا بنتمنى ان الناس في الاسماعيلي تاخد بالها من الفكر ده، تشتغل على ازاي انك تسوق نفسك. على فكره احنا الحميه اللي بنتكلم بيها دايما في البرنامج ده عن مثلا الاسماعيلي بنتكلمها بنفس القدر ونفس الكيفيه عن المصري، عن الاتحاد السكندري. اكيد احنا يهمنا ان كره القدم حالها ينصلح بشكل عام، وبعدين كل ما المنافسه تزيد كل ده ما بيبروز يعني قدرات لعيبه الاهلي. انجازات 2006 و2008 و2010 الجيل بتاع الكابتن حسن شحاته كان بسبب ايه؟ بسبب ان كان في منافسه كره قدم حقيقيه في الدوري المصري. صحيح. كنت منافسه في الملعب، انت كنت بتشوف جوه الملعب طحن حرفيا، صح، بره الملعب الامور بسيطه جدا ولطيفه جدا. واحنا الكلام ده دخلنا من 2014، انا قلتها قبل كده هنا ولا تاني، اللي بيحصل بره الملعب دخلنا بعد 2014 اللي هو بقى انديه الشركات تقصد حضرتك تحديدا ولا السبب فيه؟ لا لا لا، وجود اشخاص ودخول اشخاص ليسوا من الرياضيين دخلوا المجال ودخلوا فكر غريب جدا عن الكوره، اللي هو اللاعب الفلاني اصل ده كان بيلعب وطالع معار، اصل مش عارف مين، اصل ده بيبيع، اصل ده بيسيب. الفكر ده ما كانش موجود في الرياضه. احنا طول عمرنا الملعب هو الكوره، خلص الماتش ممكن التحفيل اللي احنا عارفينه، التحفيل المقبول اللي هو اللذيذ اللي هو اللطيف، احنا كسبناك خلاص يوم والتاني والحياه بتمشي. طب خلينا نتكلم شويه عن الاسماعيلي. لا الاهلي. طيب تمام، شوف انا بقى بقول ايه واستاذ عبد الحكيم. ماشي، هنتكلم على الاهلي، قصدي ماتش الاهلي والاسماعيلي. احنا هنتكلم على الماتش وهنتكلم على الاثنين بطبيعه الحال. هنتكلم شويه عن السكواد بتاعنا الحقيقي، اكثر من رائع، اللعيبه يعني مش هقدر اقول لعيبه رجاله والحاجات دي، لعيبه يعني بقى تحس ان بجد كل لاعب فيهم بيلعب بشكل احترافي. انا بقيت اشوف، انا من الناس شخصيا اللي هتكلم، انا نهاوند، بقيت اشوف كل اللعيبه عندنا بجد ما شاء الله، اللاعب واقف ستايله بقى ستايل مختلف، اداء مختلف. حتى انت لما تيجي تشوف اللاعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 لنهايه المباراه، لا هو بيدي في الملعب افضل ما عنده. الفتره اللي فاتت، الموسم اللي فات، كنا ما بنشوفش ده قوي، كان ممكن يبقى فيه تالق مثلا من بعض اللعيبه كام مباراه ورا بعض، وبعد كده تلاقي سقوط او هبوط في المستوى. لا دلوقتي عندك ثبات في المستوى، عندك اداء ممتاز. انا مش عايز اذكر اسامي بس كتير من اللعيبه، فخليني اروح معاك للنقطه دي وفكره كمان الثبات عليه. حتى وان كنت انا تعادلت في المباراه اللي فاتت، لكن في الاول وفي الاخر انا ما خسرتش، يعني هي دي حاجه ما تزعلنيش. ازاي ابني على اللي جاي، وازاي برضو سير المباراه النهارده حضرتك بتشوفه؟ هل متوقع برضو زي فيوتشر هيكون الاسماعيلي بيلعب بشكل الى حد ما دفاعي، ولا سير المباراه المفروض تبقى ازاي؟ النادي الاهلي انا بشوف ان المنظومه هي سر النجاح في النادي الاهلي، بمعنى المنظومه كامله، مش جهاز فني وفريق بس. طبعا وجود مستر كولر اختيار كان على اعلى مستوى صراحه، عمل لك يعني اختيار جامد جدا، اختيار كويس جدا. الراجل عمل لك شغل برغم ضغط المباريات اللي انت فيه، ان انت لعبت. ناس كتيره بتقول لك ان الاهلي اتعادل مع فيوتشر، هو كان حاله الاجهاد واضحه جدا على الفريق، انت لعبت اربع مباريات في 11 يوم. فالرقم هو بصراحه كتر خير اللعيبه يعني طبعاً. والله العظيم اللعيبه بتاعتنا يعني مش معقول، وجهاز الفني مش معقول. الناس اللي تقول لك يعني انت ما بتعملش تدوير وما بتنزلش اللعيبه مثلا تصعد قطاع ناشئين، طيب ما انا عندي بطوله غايبه عني بقالها سنتين عايز احسمها. بالظبط. في الاول بعد ما احسم رسمي ابتدي احط بقى يعني في فريق تحت بيتمرن مع كابتن محمد كارفا ابتدي اصعد منه. خلينا نتكلم على جزئيه النجاح بتاعت مستر كولر، هي اللي عامله فارق شويه رغم النجاح للمنظومه، بس كولر اضاف للفريق، بيشتغل على ان يجهز فريقه كويس جدا، بيعمل عمليه تدوير وروتيشن كويسه جدا. التعادل مع فيوتشر انا مش شايف اني يعني طبعا جماهير الاهلي زعلت، بس انت المقياس بالنسبه لك تملي الاداء. انت في الماتش ده كنت ماسك المباراه تقريبا اكتر من 60 ل 75 دقيقه، كنت انت اللي مسيطر وبتضيع فرص وبتروح. كان في حته رعونه شويه، كان يعني في خطا مش باصات برضو شفناها في الماتش ده، بس انت كنت بتوصل، كنت بتروح ماسك اللعب، ما وفقتش انك تسجل. الفينال يعني بتاعنا هو اللي كان فيه ازمه، حتى كولر اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي. مظبوط. بس الحاجه الكويسه والايجابيه ان انت في الاهلي مش بتكسب ماتش بتخيص. لا انت اتعادلت في حاله نقد، تاني يوم بتدعم النادي الاهلي، يهمه دلوقتي ان يدور على البطوله. في ناس فرقه تكسب ماتش
الدنيا تقلب. الاهلي الامر مختلف، الاهلي التقييم على موسى، احنا حتى لما بنكسب بطوله مش بنهيص. اه ده يعني انت عارف دوري مجرد ماتش يعني. انت عارف دوري ابطال افريقيا رقم 11 لولا ان كان في اجنده منتخب بعد الماتش، بعد ماتش الفاينل كان الموضوع اتقفل، ما خدش 48 ساعه. اه والله طبعا. يعني والله العظيم يعني كان في اجنده المنتخب كان بيلعب في المغرب، فده اللي حصل الموضوع. بالمناسبه الاسماعيلي ناس بتتكلم ان بيقول لك انه مهدد بالهبوط، انا شايف الاسماعيلي مش مهدد بالهبوط. يعني الاسماعيلي موقفه كويس جدا، هيقعد الاسماعيلي قدامه ثلاث مباريات، بمفهوم مباراه النهارده مع الاهلي الداخليه، ثم الاتحاد السكندري اخر مباراه. في سبع فرق بتتنافس على البقاء، ودي يمكن ظاهره غريبه. من اول بنك الاهلي المركز ال11 عنده 35 بونت، لحد الداخليه المركز ال17 عنده 32 بونت. شوف من ال11 لل17 فرق 3 بونت. كل الفرق في المراكز دي لعبت 32 مباراه وفاضل لها مباراتين، ما عدا الاسماعيلي الوحيد، الفريق الوحيد اللي لعب 31 مباراه وفاضل له 3 مباريات، ما فرق مباراه النهارده. فاذا الاسماعيلي يحتاج على الاقل 3 نقط من الثلاث ماتشات اللي فاضلين له عشان يبقى. النادي الاهلي اغلق كل الملفات بسبيل التركيز ان انت تاخد 8 نقط ابتداء من النهارده. الاهلي والاسماعيلي والاتحاد والزمالك محتاج 8 نقط تحسم الدوري، ودي البطوله الاهم بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره والجماهير الاهلاويه بالنسبه لهم، لان انت البطوله دي مش موجوده عندك من سنتين. مش موجوده بقى لظروف تحكيم، مش موجوده لشكل معين حصل، بس هي ما كانتش موجوده. ففي تركيز في البطوله دي، والاهلي حتى يمكن انا عرفت امبارح ان هم قفلوا، لا حد يتكلم على صفقات ولا تعاقدات ولا ناس رايحه ولا ناس جايه ولا لغايه لما نقفل الموضوع ده 13 ان شاء الله نحسم، بعد كده نفكر في كل حاجه. هو انا مش عايزه اروح قوي دلوقتي للاتحاد وللزمالك طبعا، لكن اكيد هنتكلم عنهم، بس خلينا دلوقتي مباراه طبعا بمباراه. هل برضو لان ده طرح وناس كتير امبارح وانا بتابع بعض البرامج المختلفه، يعني كانت بعض النقاد الرياضيين بيتكلموا ان المباراه النهارده بين الاهلي والاسماعيلي محسومه، وحتى لو انت بتتكلم عن الدوافع المختلفه للفريقين، لا الاهلي في حته تانية، واعتقد ان الاهلي هيخلص من الشوط الاول. هو ده سيناريو اكيد احنا نتمناه بالتاكيد طبعا. وده اللي اكد عليه كولر كمان في المؤتمر الصحفي الاخير، قال لك انا يمكن حدم الحسم في الدقايق الاولى هو اللي وصل لنتيجه التعادل. واللعيبه عندنا والفرق عندنا معودانا ان هم بيحسموا الموضوع بدري، ده اللي بيريحنا بعد كده يمكن في بقيه المباراه والماتشات المختلفه. هل حضرتك مع الرؤيه دي ان فعلا هيكون في فارق كبير وهيبقى في حسم اسرع للنادي الاهلي ان هو يحسمها من الدقيقه الاولى؟ انا متوقع ان المباراه قويه جدا، عكس ما الناس بتتكلم انها هتبقى من جانب واحد النادي الاهلي. لا طبعا الاسماعيلي، اه طبعا الاسماعيلي عنده دوافع، رقم واحد عايز يخلص الموضوع البقاء من النهارده طبعا، ده طموح ليه. رقم اثنين الماتشات الاسماعيلي مهما حصل فيه، وصل حتى المركز 18، ستظل مباراه الاهلي والاسماعيلي لها طبع خاص، لها طبع خاص ومذاق عند الاسماعيلي وعند جماهير الاهلي وعند الكره المصريه بشكل عام. فانت هتشوف الاسماعيلي بشكل تاني خالص غير اللي بتشوفه في المباراه اللي عدت. هتشوف دوافع جديده، ممكن تلاقي لعيبه ما كانتش بتلعب الماتشات اللي عدت ومستبعده، هتلاقيها موجوده في الماتش ده عشان ومستقتله عشان ده ماتش، ما هي اللعبه نفسها عايزه تسوق نفسها، اللاعب عايز يسوق نفسه، وده ماتش جماهيري، فرصه لعرض قدرات اللاعب اكتر من ماتش الاهلي طبعا. النهارده الدوافع كتير جدا. الاسماعيلي عكس ما الناس متخيله، لا الماتش النهارده ماتش قوي جدا. الاهلي طبعا فرصه اقوى بحكم الاستقرار الفني والاداري وحاجات كتيره جدا افضل، لكن كل ده بره الملعب. يعني كل ده انت لما بتنزلي الماتش 90 دقيقه، اه طبعا في عوامل، انت عندك استقرار، هنا مفيش استقرار، لكن الدوافع مختلفة. 90 دقيقة تلاقي لعيبة الإسماعيلي بتنزل شايلة الكلام ده كله من عندها، وده بقول يعني لعيبة النادي الأهلي لازم تحط ده في حساباتها، وأعتقد إن الجهاز الفني مجهز لعيبته بالشكل ده، إن المباراة دي مختلفة تماما عن المستوى اللي أنت شفتوه في الإسماعيلي الفترات اللي عدت. أكيد. طيب اللعيبة عندنا داخلين المباراة دي والمباريات اللي بعديها كمان، كنا لسه بنقول ورانا بعد كده ماتش الاتحاد وماتش الزمالك، بطبيعة الحال اللعيبة مجهدة، فهل التدوير أو الروتيشن اللي بيعمله كولر كافي وكفيل بانه ما يحسسناش بان في لاعب واحد في الملعب تعبان؟ لا لا بص يا استاذ كريم، عشان نبقى صراحة، حتى لو عملت تدوير دي الاهلي بيدفع ضريبه التفوق المحلي والقاري. يعني ده مش منطقي ان انت تلعب فريق اكتر من 11 مباراه في 30 يوم، ده كلام يعني مش منطقي. كل سنه بيحصل الكلام ده مع الاهلي، وده اللي احنا بنتكلم فيه على طول وبنقول يا جماعه لازم عدد انديه الدوري يتم تخفيضهم توصل 16 او 14 عشان توجد فتره كويسه جدا جدا المنتخبات والانديه اللي بتشارك. الاهلي هيشارك السنه دي، طب انت السنه دي لعبت الاهلي 11 مباراه في شهر، طب السنه الجايه هتعمل ايه؟ السنه الجايه عندك الاهلي هيلعب سوبر افريقي وهيلعب دوري السوبر افريقي ودوري ابطال افريقيا
والدوري، ونسخه الكاس الحاليه هتستكمل السنه الجايه، ونسخه الكاس اللي بعديها، والسوبر المصري السنه دي، والسوبر المصري اللي جاي، كاس العالم للانديه، وكاس العالم للانديه، وخد عندك كاس امم افريقيا اللي هتتلعب في كوت ديفوار، هتلعب في يناير اللي جاي. كل ده هتعمل ايه انت الفتره دي؟ صحيح صحيح. هتعمل ايه طبعا؟ فده انت دلوقتي لازم يكون عندك علاج، ويكون عندك رؤيه مستقبليه اللي هيحصل. فمهما نحاول كولر نعمل تدوير او روتيشن، لا، اللعيبه هيبان عليك الاجهاد الفتره اللي جايه ده مليون في الميه، ولازم جماهير النادي اللي يكون عندها فكر ان هي تعرف تقدر الكلام ده، لان انت مهما عملت روتيشن هتيجي تدور في العناصر الاساسيه، انت عايز تحسم بطوله في الثلاث ماتشات دول، هتريح مين؟ بتلعب في عنصر او اتنين بالكتير، يعني بتريح عنصر او اتنين ده تعمل فيهم التدوير، لكن باقي اللعيبه مش معقولها. انت طبعا الموضوع في لعيبه كتيره جدا موجوده، والاهلي فريق من 25 لاعب كلهم زي بعض، بس في نفس الوقت في فكر اللي بينفذ الراجل بيرتب، اي مدير فني بيرتب في المركز المهاجم بالنسبه لي رقم واحد ده رقم اثنين، الجناح اليمين ده واحد واثنين، كمان اللي هيعتمد لحد ما يحسم الدوري على العناصر الرئيسيه. فهنشعر لحد ما الاهلي يحسم الدوري هتفضل تشوف الاجهاد ده موجود على اللعيبه مهما حاولت تعمل روتيشن، مهما حاولت. انت كده عايز فريق كامل بديل يعني، او فريق موازي للجدول حتى لو فريق بديل يا استاذ كريم. ما هو كل لعيبه الاهلي على فكره كلهم قوام اساسي، كلهم لعيبه مهمه جدا. شوف انت عندك في المنتخب الاولمبي عندك خمس عناصر، اثنين معارين وثلاثه منتخب الاولمبي اللي تاهلوا لاولمبياد باريس، وثلاثه من الموجود كلهم اساسيين، بس القضيه كلها المدرب نفسه بيحب ثبات التشكيل، بتلعب أكيد. في عنصر طبعا. او اثنين طول المسابقه لحد ما تحسم المسابقه رسميا. بس كولر مش معروف قوي بثبات التشكيل عنده، يمكن موسيماني هو اللي كان بيحب يعني تشكيل معين ثابت عليه، وده يمكن اجهد اللعيبه شويه. انا ما بحبش اتكلم عن موسيماني، بس لا نتكلم عن موسيماني، ما نتكلمش ليه اشمعنى يعني؟ لا لا، اصل موسيماني انا كان بالنسبه لي كان عنده تحفظ شويه على بعض الحاجات المعينه، حته انك تعتمد على 13 14 ما ده اللي انا بقصده، ان هو كان مركز على سكواد معين، كان ليه ادفانتج وديس ادفانتج، يعني كان ليه حاجه جانب ايجابي وسلبي، حتى لو لكن كولر مش كده يعني. مظبوط، بس لو تلاحظي كولر بيشتغل العناصر اللي هتلاقيها بيحطها برضو، اصل المدرب بينافس على البطولات مش عارف يغير كتير في العناصر. يعني تلاقي علي معلول ثابت الا لو كان مصاب، محمد هاني الناحيه الثانيه ثابت، العنصرين اللي هنا بيعتمد على الاصابات، محمد عبد المنعم ثابت، ياسر ابراهيم شويه، محمود متولي شويه، رامي ربيعه شويه، نص الملعب دلوقتي حمدي فتحي خلاص اعلنوا رسميا راح الوكر، قال ديانج ومروان عطيه ثابتين، التغيير بقى فين؟ عمرو السوليه مصاب، حطيت القندوسي او قفشه، فهتلاقي التغييرات في اضيق الحدود، ده غصب عنك مش مزايد، لحد ما تحسمي البطوله، لحد ما تحسمي، هيبقى التدوير في حدود، فهتشوف الارهاق ده يعني علي معلول مليون في المية هتشوف الارهاق عليه، محمد هاني هتشوف الارهاق عليه. ده شيء طبيعي على فكره، لا يعيب الجهاز الفني، ده انت مجبره لحد ما تحسمي لقب، لان انت بتشتغل في تغيير في خمس ست عناصر بالكتير، فده غصب عنك. طب احنا هنقعد كمان يعني، احنا قعدنا بقالنا سنين بنتكلم في حته ان تلاحم المباريات وتلاحم البطولات، والنادي الاهلي قدر وقدر لعيبته وقدر جماهيره، ان احنا بنشارك في كل البطولات المتاحه، فبالتالي بننزل الماتشات واحنا مجاهدين الى اخره. هنقعد سنين تانية كمان بنتكلم في نفس الملف ده لحد ما الناس تفهم ان الجزئيه مش جزئيه، ان انت كمؤسسه بتشتغل لوحدك، لازم الفكر في التعامل، الفكر الجماعي. بمعنى ايه؟ انا كمؤسسه بتدير، اذا بتكلم عن عرضه الانديه، بتدير المسابقه، شايفه ان لما يبقى الدوري 18 فريق او 20 فريق، ده بيجيب لي فلوس رعايه وبس فضائي اكتر بالنسبه لنا كرابطه، لكن لازم ابص عندي. ما هي دي المشكله الكبرى، ان انت الاهلي بقول لك بيدفع ثمن تفوق محلي وقاري، لازم حضرتك تحط في حته ان انت كمنتخبات بتعاني، تقول لك لعيبه بتروح مرهقه للمنتخبات، طب ما انت ما سالتش نفسك ليه بقالك خمس سنين ست سنين الناس بتتكلم عن نفس الموضوع، لعيبه الاهلي بتروح مطحونه طبعا بدنيا وفنيا، لان هو قدره كل الانديه بتطلع من دور المجموعات، فانت بتروح لعيبه الاهلي بتروح مجهده، فانت لازم تخفض، لازم ده اراده الانديه، تقعد مع الانديه وخصوصا الانديه اللي بتوصل على المستوى القاري زي الاهلي. المفروض ده حصل، وده افضل جدول حاليا يعني تم وضعه هذا الموسم، اعتقد حسب التصريحات اللي كانت قريتها مؤخرا من النائب احمد دياب، ان المفروض كمان السنه الجايه يكون في تعديل افضل في جدول المباريات، ده حسب معلوماتي يعني. التعديل يا استاذ هوندي اللي يحصل ان انت لازم تخفض عدد، خصوصا انت هتعمل دوري المحترفين بتاع الدرجه الثانيه، هنا زود العدد، وده بتسوقه برضو على فكره فضائيا، وده اقتراح كويس جدا، واحنا لازم ندعم الحاجه كويسه حتى لو محل انتقاد من الانديه الشعبيه. فانت دور المحترفين انت هتعمله درجه ثانيه، زود عدده وقلل عدد انديه الدوري الممتاز، يعني طيب. قلل عددهم عشان تقلل عدد المباريات. ننتقل شويه لملف المنتخب، لان طبعا لازم طبعًا. نتكلم عن المنتخب الاولمبي، وخليني اسالك سؤال صريح سعيد ومطمن للي جاي، ولا سعيد فقط بما حققه حتى هذه اللحظه والتاهل منتخبنا الاولمبي للاولمبياد؟ لا طبعا سعيد،
ده اللي احنا تأهلنا قبل كده بس ما حصلش جديد يعني. بص ما عشان نبقى صراحه في الاولمبياد انت بتروح ليفل تاني وتروح مستوى تاني عشان الناس. بس حتى انا شفت تصريح لميكالي امبارح بيقول لك ان انا طموح ان انا اعمل ميداليه في الاولمبياد. يعني خلينا بس انت حاسس ان التصريح ده مش لا تصريح مش بيزد على يعني حاجه واقعيه شويه؟ لا هو مش واقعي بمعنى ان هو انت بتحاول تزرع الطموح في لعيبتك وده شيء. بس هو ده اللي المفروض يكون موجود. بس صعب. خلينا نتكلم بس بالمنطق. صعب جدا. انت الليفل والمستوى والمنافسات مختلف جدا. لازم نعترف ان احنا عندنا مشكله في كواليتي اللعيبه في مصر. كواليتي اللعيبه اللي في مصر اللي جايه في السن ما بقتش الموضوع. طب انا ممكن اسال سؤال؟ معلش يعني هل الازمه دلوقتي في المنتخب الاولمبي بتاعي ان انا بتكلم ان انا بجيبهم من الانديه المفروض الفرق ما هم من الفرق الاولى في الانديه المختلفه؟ هل انا المشكله عندي ان اللعيبه دي ما بتشاركش بشكل كبير مع الانديه بتاعتها فمع تنقصها الخبره شويه، ولا المشكله في الاداره، ولا المشكله في ايه؟ في التوقيت مثلا والاستعدادات والمخيمات وغيره، او يعني اسمها ايه المعسكرات. هل دي الازمه، ولا الازمه عندي زي ما حضرتك بتقول ان مهما كل ده حصل انا برضو بعيد قوي في التنافس مع بعض المنتخبات الاخرى الاولمبيه؟ يعني انا بعيد على المستوى العالمي مش على المستوى القاري. انا بتكلم العالمي. على فكره في ناس كتيره بتقعد تتكلم ان احنا الدنيا بالنسبه لنا افريقيا. انا مش شايف الامور سودة كده قوي. احنا 2017 على مستوى المنتخب الكبير وصلنا فاينل، خسرنا من الكاميرون. هو بطوله 2019 اللي كنا بننظمها اللي كان عندنا مشكله فيها فنطلعها بره الموضوع. 21 احنا وصلنا فاينل على مستوى المنتخب الكبير. المنتخب الاولمبي احنا خدنا البطوله اللي عدت ودينا تاهلنا اولمبياد تاني، وقريبين ان احنا ان شاء الله باذن الله ناخد البطوله التانيه. فانا شايف ان احنا على مستوى القاره بالنسبه للمنتخبات مش بعاد قوي زي ما الناس بتحاول تاخدنا في السكه دي. لكن على المستوى العالمي الفوارق كبيره جدا. السنغال والمغرب هم المنتخبات اللي على مستوى قاره افريقيا اللي هي قريبه جدا منهم. ليه؟ عندها عدد محترفين كبير جدا. عدد محترفين جدا عايش التجربه في اقوى الدوريات الاوروبيه، عايش التجربه مع الناس دي. يعني لما يجي مثلا منتخب المغرب كان بيلعب البرازيل ولا بيلعب فرنسا ولا بيلعب ايا كان، هو عنده اكتر من 30 لاعب بيلعبوا مع الناس دي مع ميسي. يعني ينقصهم الخبره اللي عايز تقوله. عندنا اللعيبه بتاعتنا في المنتخب الاولمبي ينقصهم هو ليه محمد صلاح وتريزيجيه واحمد حجازي والناس دي لما بتيجي الاجواء دي بالنسبه لهم اجواء عاديه؟ ليه لعيبه الاهلي الاجواء بالنسبه لهم بتروح كاس العالم للانديه يروح يعيش الاجواء دي؟ فاللاعب داخل. طب ودي 80% من اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري السنه لعيبه الاهلي وديهم كاس عالم، هتلاقي اتخض. انا ليه راح يسلم على ميسي عايز يبدل الفانيلا، مع ان انت المفروض كلاعب كلنا مبهورين بميسي، بس المفروض انت ما تبقاش معجب بيه كلاعب. لازم تبقى عندك حته ان انت بتنافسه. وبالمناسبه بس في حاجه هنا بنتكلم، بالمناسبه اتكلمنا عن المنتخب الاولمبي، ناس كتير كان على مدى 4 سنين بتتكلم ان الاهلي محتاج حارس مرمى. عندك حمزه علاء ده بصي في برنامج هنا في قناه الاهلي بيعمله كابتن اسامه حسن، اسمه برنامج الاشبال. انا بتابع البرنامج ده. النادي الاهلي عنده محمد الشناوي طبعا حارس المنتخب، علي لطفي بيلعب بيشارك. تعالوا انا بشوف علي لطفي كويس جدا. كويس جدا. يعني شناوي طبعا في حته مختلفه طبعاً. شناوي اكيد، لكن علي لطفي انا كنت بشوفه لما شارك كان عامل فارق. لو خد مصطفى شوبير برده كان مشاركته رائعه جدا. تعالوا بص يعني. عندك مواليد 2001 الفريق، انا بقول لك بطولات جمهوريه، شوف مراحل السن الناس بتتكلم. مواليد 2001 في اتنين لعيبه، اتنين حراس مرمى، مصطفى شوبير وكلنا شفنا في ذهاب الفاينل قدام الوداد مستوى رائع جدا. حمزه علاء اللي بيلعب منتخب اولمبي دلوقتي. شوف ادي اتنين حراس يلعبوا فريق اول مرتاح بخلاف على لطفي شويه. طبعا 2003 فريق 2003 الله يرحمه زياد ايهاب اللي توفى. تمام. ده كان حارس ممتاز جدا. مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف ده حارس منتخب 2003. 2005 الاهلي عنده حازم جمال ده اتصعد فريق اول على فكره واتمرن مع الفريق الاول في الاهلي. 2006 عمر كامل ده كان حارس منتخب 2006 برضه حارس. انا عملت لقاء مع عمر قبل كده. ده حارس فريق 1000 الاود على فكره برضه اتصعد فريق اول فتره كده معينه ويتمرن. فانت بتتكلمي على 5 حراس مرمى بخلاف محمد الشناوي وعلي لطفي. فدي الناس اللي كانت بتضحك وتقول لك الاهلي محتاج والاهلي يفوض كذا. ده نموذج. حمزه علاء هو افضل حارس مرمى في بطوله افريقيا تحت 23 طبعًا. سنه. طبعا. بمناسبه بقى كلامنا عن المنتخب الاولمبي، تعالى نشوف المنتخب وهما بيحتفلوا بالفوز اللي اتحقق، وكانوا بيحتفلوا كمان على طريقه الاهلي. تابعوا معانا اتفضل. Satalana
مش راضي ومش قلقاني، ماليش دماغ لوجع الدماغ. ايوه كل زمايلي، ايوه يعني نقدر نقول ان احتفاليه الاهلي بقت ترند، وبقينا نشوف حتى ابطال في رياضات مختلفه، حتى السكواش بيحتفلوا بطريقه سطلانه وصلت للناشئين بتوع ريال مدريد، ناشئين ريال مدريد. اه طبعا. يعني والحلو كمان اللي احنا شفناه المنتخب الاولمبي هو بيحتفل وبيجيب سيره النادي الاهلي، فلو خدتوا بالكم يعني طبعًا. فدي حاجه طبعا برضو محترمه يعني، ده جزء من اللي احنا اتكلمنا عليه اول حلقه. انت ازاي تكون، ما هو ده جزء منه تسويقيا، انت وصلت لفين تسويقيا؟ ما دي الحته دي الناس كل ما تتكلم فيها يقول لك انت هتفضلوا تتكلموا في الموضوع ده. هنتكلم. ما هو سواء الموضوع، انت ليه اغنيه نزلت من 6 شهور في فيلم دلوقتي بقت ترند، بقت هي وترند عالمي يعني. وعابره للمحيطات وعابره لكل، ده منتخب قطر ايوه طبعا، في المكسيك كسب المكسيك، طالعين بيحتفلوا بالاغنيه. فده جزء من التسويق. ليه؟ على فكره الفيديو ده موجود، منتخب قطر بعد ما كسب المكسيك في بطوله كونكاكاف من يومين، اللي بيضربهم كيروش بيحتفل بالاغنيه بتاعتك. فده جزء من التاثير، انت بقى عندك ماركتنج كويس جدا، تشتغل ده تاثيرك انت. هو في اصلا تي شيرتس دلوقتي على صوره طاهر محمد طاهر وهو حاطط الفوطه على راسه، بتتباع كده يعني بالرسمه دي. ده بص حضرتك الاغنيه الرسميه من اول الساحل الشمال لحد اسكندريه. ايوه طبعا. لحد اسكندريه في فتره العيد، والله بتكلم بجد يعني، انا قعدت 5 ايام من اول الساحل لحد اسكندريه كلها الاغنيه الرسميه، الاغنيه دي في اي مكان تمشي الاغنيه دي شغاله. دي حاجه طبعا تسعدنا جدا، وهنرجع نقول تاني بالتوفيق للمنتخب طبعا. هو رزق. نعم؟ رزق يعني صاحب الاغنيه دي اللي عملها. طبعا امال ايه والله يعني. بص اغنيه بقت، بص هي رزق لاصحاب الاغنيه وصناع الفيلم، وفي نفس الوقت ده برضو اشاره جديده لكون النادي الاهلي مؤثر. ما مؤثر طبعا بقى طبعا يعني، ده شيء القصه مش مؤثر داخليا، ده مؤثر. شفت حضرتك بتقول نشير المدريد، شوف كم من الناس اللي قطر، ده كل ده بيديك اشاره ان الناس اللي بتتكلم تملي ليه ما نبقاش زي الاهلي في الرعايه ولا الماركتنج. قبل ما تتكلم كابتن سعد حافظ قال جمله حلوه قوي، انا بحب جدا اللي قبل ما يتكلم يعدي الكلام على عقله. عديه على عقلك قبل ما تتكلم. انت عملت مثلا جزء من النادي، التاثير ده جزء منه شهرتك وقوتك، يقول لك النادي الفلاني افضل عربيا. طب الدليل هو يعني احنا بنتكلم ببيزة او بواقع، احنا مش مطلعين على نفسنا القاب يعني. ده حاجه صغيره جدا اللي احنا بنتكلم فيه. دي اغنيه في احتفال بعد فوز ببطوله، بص الموضوع وصل لحد فين. لا وبالنسبه للسبونسرز انا احكي لحضرتك حاجه سريعه يعني، كان الفتره اللي فاتت عقود كتيره طبعا شراكه مع النادي الاهلي، وحضرناها الاحتفاليات المختلفه مع سبونسرز مختلفين. فليا بعض الاصدقاء اللي هم مش بينتموا للنادي الاهلي يعني، فكانوا بيتكلموا معايا اللي هو ما كفاياكوا بقى عقود بقى وبتاع يعني، اللي هو طب تعملوا زينا. يعني هو انتوا هتحسدونا كمان، هتعملوا منظومه ناجحه، فاكيد الشغل اللي هيجي من وراها هيبقى ناجح. وعقود ناجحه يعني، انا لما جينا اتكلمنا من شهر عن العقود المختلفه للسبونسرز المختلفين، انا وكريم كنا بنقول هي وين وين سيتويشن. ما اكيد الاسم الكبير اللي جاي يضخ فلوس كبيره عشان يبقى اسمه موجود او مربوط بالنادي الاهلي، هو عارف بيربط اسمه بمين طبعا. فهي بالنسبه له مكسب، وبالنسبه لنا اكيد برضه تعرف مجرد الكلام في الموضوع ده يا استاذ نعوند، تملي ياخدوا الفيديو يقول لك هيفضلوا يتكلموا 20 سنه في الموضوع ده. ما هو يا سيدي احنا بنتكلم، هو الاهلي مش محتاج كلامنا يعني، احنا لما بنتكلم الموضوع ده الاهلي مش محتاج كلامنا. انا بقول لك ليك انت يعني، انا كراجل نقد رياضي بقول لك لا، حضرتك اشتغل زي الاهلي. انا اللي بقول لك اشتغل زي الاهلي عشان احنا من ضمن برضو الموروثات الثقافيه اللي موجوده عند كتير مننا للاسف الشديد، اللي هو اللي مش قادر تحصره بتكسره يعني، انت مش عارف تبقى بالبلدي يعني بتتقال. على فكره مثلا عبقري ده اللي حصل مع النادي الاهلي، وبنشوف لده صور واشكال كتير وفيديوهات كتير وحاجات كتيره. بص يا كريم، انا هطلع بره الموضوع في حته صغيره كده. احنا ليه مثلا، والله ما اقصدش كل الاعلام المصري طبعا، لا اكيد، انا بقصد فئه قليله جدا. ليه الاعلام التونسي طلع عصام الشوالي وطلع ناس كتيره جدا بقى وصلوا مرحله، لان هم اعلام تونسي موضوعي. سيبك من لما تبقى انت بتلعب الاهلي بيلعب الترجي، بيبقى عندهم تحفز طبيعي للنادي بتاعهم، ده طبيعي. لكن ليه وصل موضوعي؟ اتفرج على بعض من الاهلي كسب دوري ابطال افريقيا، 3 4 5 حلقات في الاعلام التونسي اتفرج بيتكلموا ازاي. يقول لك انا يعني في فيديو موجود يقول لك نفسي حد الانديه بتاعتنا تشوف ثقافه النادي الاهلي في فوز. الانديه بتتكلم بموضوعيه، بتقول لك عايزين نتعلم من النادي الاهلي. بص بيتكلموا ازاي الاعلام، كتير قوي منهم وقفوا عند تفصيله اللا مركزيه اللي موجوده في النادي الاهلي تحديدا يعني. شوف الكلام بتاعهم، خلي الانديه يقول لك، خلي الانديه ما عندوش حته بقى يقول لك ايه، طب ايه المشكله، ده انت هنا في مصر يعني. كولر بالنجاح ده، يجي كابتن احمد صديق يقول لك انا هعمل معايشه مع الراجل، تشوف واحد طالع يقول لك ايه معايشه، روح اعمل معايشه بره.
يعني طب ما ده مدرب ناجح عندي في مصر، ليه انا اروح بره؟ فكره ان انت تحارب وتقلل، زي مثلا اللي بيحصل امبارح بالليل لما المنتخب الاولمبي تاهل الاولمبياد. انت في الاول كنت بتقول المنتخب مش هيعمل حاجه، المنتخب تاهل وراح الاولمبياد لعب مين؟ اصل الفرق بص حته ان انت تعمل اللي بتحاول تهد الناجح تكسير المقاديم يعني. طب يا سيدي انت عندك مشكله مع سين صاد نون عين في مكان ما في اتحاد الكوره. المنتخب ده منتخب بلدك طبعا، منتخب بلدك ده ملوش دعوه بالموضوع خالص. يعني طلع اي حسابات شخصيه مع اي حد، حتى محمد بركات مشرف على المنتخب، لو انت عندك مشكله شخصيه معاه طلع محمد بركات بره الموضوع. طبعا ده الامر البديهي يعني. لا انت شوف حضرتك امبارح ده حد طالع على التلفزيون وبيتكلم على احنا لعبنا مين؟ ايوه طب ما حضرتك لعبت مالي اللي امبارح. هو على فكره اللي بيتكلم اللي حضرتك تقصده اللي انا عارفه هو مين بالمناسبه، هو على طول بيطلع يتكلم بالشكل ده علشان يبقى يعني ده الستايل بتاعه على التلفزيون. ما هو يعني ده ما ينفعش، انت المفروض تقدم اعلام. ده مفروض ده انت منتخب بلدك، منتخب بلدك معنى يطلع يا بره سيدي الفاضل. احنا في وقت من الاوقات في مره من المرات انا والهواند قعدنا قطعيه حلوه من حلقه من الحلقات بنحاول نتكلم في فكره وفي مبدا ان لما يكون الكلام على منتخب بلدك مالكش دعوه بقى اللعيب ده في الاهلي، اللعيب ده في الزمالك، اللعيب ده انت لازم تكون بتشجع كل طبعاً. بنفس القدر من الحميه. يعني احنا اضطرينا في وقت من الاوقات ان احنا نتكلم في حاجه زي كده علما بان دي المفروض ان هي من البديهيات. ده شوف حضرتك وانت كاعلامي اصلا المفروض تكون تتكلم بالطريقه دي. ده انت المفروض تعظم فوز منتخب بلدك الاولمبي حتى لو على افتراض قوي بجدواه يعني او بالطريقه اللي حققوه بيها حتى لو على افتراض ان المستوى ضعيف. خلي خلافك مع الاشخاص او مع المؤسسات اركنه عند منتخب بلدك طبعا. ابعد اي حسابات شخصيه في الموضوع. اكيد المفروض. استاذ عبد الحكيم الوقت تقريبا خلص، بس قبل ما نمشي يعني قبل ما ننهي مع حضراتكم توقعات، انا بحب التوقعات بصراحه. بص هقول لكم على حاجه والله العظيم ويسال فيها كابتن وليد مبروك اكيد طبعاً. لان كابتن وليد بيكون معانا دايما لما بنحضر اي مباراه لما بنروح الاستاد يعني. قال ما فيش مباراه بروح احضر للنادي الاهلي الا لما بنفوز بثلاثه. ف طب ما تشدي حيلك بقى على الفتره الجايه. لا تروح ان شاء الله. انا كده من الاهلي والزمالك تعسكري في الاستاد الفتره الجايه. انا رايحه الاهلي والزمالك. انا رايحه الاهلي والزمالك هكون موجوده ان شاء الله ولازم تروحي الزمالك خلاص. لو الموضوع ماشي كده لازم اروح الزمالك. بس انا متوقعه ان شاء الله النهارده هيبقى فارق جول، يعني هيبقى فارق جول. ايه بقى 1-0 2-1 هيبقى فارق جول لينا طبعا ان شاء الله. بص هو الماتش صعب بس ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب، لان الماتش هيبقى متكافئ جوه الملعب. بس في الاخر مدى تحفز اللعيبه ومدى جزئيه ان انت داخل مركز هياخد شوط، هياخد 50 دقيقه. بعد كده هتظهر عوامل الاستقرار الفني والاداري والخططي. صحيح. هتلاقيها موجوده تظهر في نهايه يعني المباراة. سمعنا رقم برضه. هيكسب الاهلي 2-0 ان شاء الله. 2-0 يا مسهل ان شاء الله. يا رب خير. احنا بنشكرك على وجودك معانا، نورتنا. ده شرف لي يا رب. يخليك. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان. احنا كده نكون انتهينا الاسبوع ده من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي باذن الله. السلام عليكم.